التعليم. سولناكم فيسبوك توصفوا لنا الوضعيه ديال التعليم المغربي في كلمه، وهذا الشيء اللي قلتوا لنا. هذا الشيء كله كاين، ولكن باش نفهموا الوضعيه اللي حنا فيها اليوم ونبنيو مستقبل غدا احسن خاصنا نرجعوا للبارح. كان يا مكان في قديم الزمان حتى كان الحبق والسوسان، كان الخير في كل مكان. صلوا على نبينا العدنان يا ساده يا كرام. انا نقمقم ونتفهم واجي نطلعوا على وضعيه التعليم في المغرب ونرجعوا لوقت ما قبل الحمايه. حلوا عقلكم قبل ودنيكم واسمعوا الحكايه، عاودوا هاد الجيران واذا فهمتوا وعيتوا ما تعرفوا شحال من ريشه غلبت الميزان وشحال من نعمه تخطى الحيطان. كانوا كان حتى كان. التعليم في ذاك الوقيته كان كيبدا في الجامع ولا في المسجد، ومن بعد اللي بغى يكمل التعليم ديالو كيمشي للجامعه. غادي يدخلوا من سن 5 سنين الى سن 7 سنين، وقررنا على ان كل تلميذ دوز عامين في المسجد الا وعنده ورقه اسبقيه للدخول نتاع المدرسه. ولكن دوام الحال من المحال. سنات معاهده الحمايه وجا الاستعمار وجا معاه مخطط باش يقاد التعليم، ووعد بانه غادي يحترم الهويه والتقاليد، وكنا عارفين شنو قام بعد. وتقاتلوا ولاد وبنات البلاد حتى خدا المغرب الاستقلال، وارضنا بدات تحرر وهنا البان. Hoewel de spanningen in Marokko nog niet zijn geweken, gelooft men toch dat thans het terrorisme zal afnemen. ولكن التعليم مازال ما تقاد. ومشات حكايتي من واد الواد. سمحوا لي. ومشات حكايتي من فيسبوك للانستغرام، وفي يوتيوب شافوها المغاربه من كل البلاد، وغادي يحكيها الجداد للصبيان والحفاد. زاد الاقبال على المدرسه من بعد الاستقلال، والمغرب دار مجهود كبير باش يصلح المنظومه التعليميه اللي سيطرات على فرنسا باش تخدم المصالح ديالها، ومن ثم بدات سلسله طويله ديال الاصلاحات. بدات بتاسيس اللجنه الوطنيه لاصلاح التعليم في 1957، واللي واجهت بزاف ديال التحديات بحال تحديد لغه التعليم وقله المدارس والجامعات والاطر. المغرب يبقى كيحاول يصلح الوضعيه ديال التعليم لمده 40 عام، ولكن بلا نتائج ملموسه. في 1999 تصدق على مشروع الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، ولا التعليم اولويه وطنيه من بعد الوحده الترابيه. من بعد 10 سنين النتائج ما كانتش مزيانه. في 2009 خرج المخطط الاستعجالي الثلاثي، ومن بعد منه الرؤيه الاستراتيجيه للاصلاح في 2015. وحتاش ما يمكنناش نركزوا على كاع المشاكل ديال التعليم في المغرب، غادي نركزوا على اخر اشكاليه طرحات واللي هي على لغه التدريس. في 2015 وزاره رشيد بن مختار اقترحت مشروع قانون طالبات فيه بفرنسه المواد العلميه والتقنيه في الليسي، وتسمى مشروع قانون اطار رقم 5117. قانون اطار رقم 5117 محاوله جديده لاصلاح المنظومه التعليميه المغربيه، ودخل في حيز التنفيذ في غشت 2019. هذه المحاوله خلقت خلاف فكري كبير ما بين بزاف ديال الناس بسبب واحد الماده على لغه التدريس، واحد المبدا سميته مبدا التناوب اللغوي. مبدا التناوب اللغوي غادي يتقراو فيه المواد العلميه والتقنيه بلغه ولا لغات متعدده، اللي غالبا غادي تكون باللغه الفرنسيه. علاش الفرنسيه؟ حيث فرنسا بقى الى يومنا هذا اكبر مستثمر اجنبي في المغرب. اذا فين كاين المشكل؟ المشكل هو ان جوج من ثلاثه ديال طلاب الجامعات المغربيه سمحوا في القرايه لان اللغه الفرنسيه هي لغه التدريس. والواقع هو ان المغرب مكلاسي في الرتبه 120 في جوده التعليم من اصل 137 دوله في العالم. وتيبقى السؤال المطروح هو منين خاصنا نبداو اذا بغينا نحسنوا الجوده ديال التعليم في بلادنا؟ وانتوما اش بان لكم؟ كيفاش نقدروا نحسنوا الجوده ديال التعليم المغربي؟ خليو كومونتير لتحت ونشوفكم في الفيديو الجاي.